شيماء فهيم بنت الدار البيضاء، مصممة أزياء، وإن شاء الله بحول الله كنحاول أنني نكون على أحسن صورة في هذا المجال هذا. البداية ديالي صراحة كنت بديت من الصغر، كنت كنرسم دي كروكي، وفي الأصل ما كنت كنعرفهم كاع واش دي كروكي، يعني كانوا كيبانوا لي غير مونيكات، تنحاول أنني نلبسهم. من بعد كدوز ليطاب واحدة أخرى، كتبدا تلبس راسك بليزور، تشد بالفيليلات، دونك كتبدا ديك لا كرياسيون من الصغر. ابخي الباك جي ديسيدي باش نقرا في واحد ليكول داري ميتي، وقريت بوندون 3 ans. تما بديت كنعرف بزاف ديال الحوايج على هاد الكوتي ديال ستيليزم، شناهو ستيليزم، شناهو موديليزم. بديت تعلمت شويه الديسان ديال لي كروكي، تعلمت كيفاش نرسم دي فيتمون، وابخي بديت كنتكونسونطرا على لا كرياسيون ديال لا كوليكسيون ديالي اللي كانت 100% صراحه اوربان في الاول. وبديت دابا كندخل شويه ديال لا مود تراديسيونيل في الحويجات ديالي. فوالا هادشي اللي كاين. العلاقه ديال الستيليزم كوتي اخ، راه الستيليزم حتى هو سان اخ، لان فاش كتحاول ترسم راه ما كترسمش غير رسمه عاديه، لا راه كاينين دي نونسون دو باز ديال هذاك لو ديسان، كتحاول انك تجلس مع راسك وتفكر هاد الشجره مثلا واش نقدر نخرج منها انا واحد لا كوليكسيون. هذا سي ان ار، لان ملي كتحيي مثلا روح ديال واحد الحاجه اللي هي جامده قدامك وتخليها تحرك في البوديوم ويقدروا يلبسوها الناس ويقول اه هادي راه كتشبه لشي حاجه شفناها ما كتحركش، هذا سي ان ار. لا راه هو اللي كيحرك، دونك راه حتى الدومين ديالنا راه حتى هو محرك، كيف فاش كنلبس وكنحس براسي ليبغ وكنعبر على الكوتي داغ ديالي، راه جو سوي ان ارتيست. وهذا سام الفرق ما بين لا مود وما بين لو ستيل. لا مود كتكون باساجير، دونك مثلا كنقولوا هاد العام هذا خرجت سايق سياره مثلا، هذيك ا لا مود. مي لو ستيل كتكون لا كرياسيون ديال كل واحد ولا لا توش ديال كل واحد، هو كيختار لو ستيل ديالو. باغ اكزومبل تيبغي سراول مقطعين، هذاك ماشي ا لا مود، ولكن هو راه سي ان ستيل ا لا باز، مي كيخرج دو طون، يعني تيخرج في لا مود. لا مود كتدخل فيها لا غام دو كولور، كتدخل فيها التقطيعه اللي تنقولوا حنا في الصاله، مره كتكون قصيره، مره طويله، مره بديمونش، مره بلا ديمونش، دونك فوالا. ولو ستيل كتختاروا، وكيجي لو ستيل صراحه من لا سورس دانسبيراسيون ديال كل واحد. كاين اللي كتجيه من الموسيقى، كاين اللي كتجيه من لاركتيكت، كاين اللي كتجيه من الديسا، يعني كل واحد على اش كيتبازا. فوالا هادي هي لا ديفيرونس ما بين لا مود وما بين لو ستيل. صراحه لا مود في المغرب بدات كديفلوبا شويه اكوز الموسيقى، سورتو مع لي رابور مؤخرا بداو كيحاولوا انهم يتبعوا لا طوندونس ديال ستريت فاشن اون جينيرال. ولكن انا كنشوف بان لا مود في المغرب مازال خاصها ديفلوب اكثر، لان صعيب تدخل واحد الثقافه جديده اللي هي تلبس اي حاجه وقت ما بغيتي وفي اي بلاصه، في واحد المحيط اللي مازال ما عرفش لي نونسون دو باز على هذا الدومين هذا. دونك اكوز الموسيقى الحمد لله بينا كنشوفوا شويه ديال ديفلوبمون. او نيفو ديال لي اكسسوار حتى هما راه بداو كيديفلوبا. غادي نعطيك سبيل المثال لي كاغول اللي ولات دابا طوندونس ديال لي كاغول، وبزاف ديال الناس كيدومونديو عليهم. اي لي كاغول بوغ موا راه غير ان اكسسوار، ماشي حتى لبسه، يعني كاين اللي كيعتبرها لبسه لان كيوظفها في الارتيكل ديالو اللي غادي يلبس، ما هي لا، هي راه ان اكسسوار اللي كيخدموا به الدراري. وان شاء الله كنتمناو ان الناس يحاولوا يبارطاجيو المعرفه ديالهم على هاد الدومين، سورتو الناس لي ديزاينر اللي كاينين في المغرب، ما يبقاوش كيبينوا غير لي كرياسيون ديالهم، يحاولوا يشرحوا علاش دارت هذيك لا كرياسيون، شنو هي لا مود اللي خرجات، يعني يشرحوا للناس باش الناس يستوعبوا اشنا هي لا مود، وتولي عندنا لا مود في المغرب بحال فاشن ويك ميلانو ولا بحال فاشن ويك لندن. علاش لي رابور اللي خدمت معاهم صراحه كاينين بزاف، ولكن ديرنييرمون يعني تبازيت على لي كاغول بزاف، سورتو خدمت مع مينيرفا، خدمت مع بلو، وكاينين دوطخ بروجي ان شاء الله اللي ما جايين في الطريق. عصام لو ستيل ديالو كيعجبني بزاف، وهذاك لو ستيل ماشي اي واحد غيقدر يلبسو، واهم حاجه لو ستيل خصو يكون جامع لو بروفيل، وانا كنشوف بان لو ستيل ديال عصام راه جامع البروفيل ديالو، وكيتسمى ان ستيل فانتيج، لان كيكونوا دي فوا داخلين دي كوب غابرين ولا دي تيسو اللي كيكونوا مثلا تري تراديسيونيل وكيتخدموا بواحد الطريقه اللي هي مودرن،
دونك بالنسبه لي عصام عنده ان ستايل واعر. باش نشرح واحد الحاجه، كاين فرق ما بين ستيليست وكاين فرق ما بين كرياتور، حيت كرياتور كيحاول انه دائما يجدد في لا كرياسيون ديالو. ان ستيليست خاصو نورمالمون يكون عنده بزاف ديال لي كونديسيون باش يكون ستيليست، ولكن في المغرب كنشوف كاين ياسين مرابط اللي عنده لاطوش ديالو باينه بزاف كاع. كاين نور الدين زواقي حتى هو ان بون زعما ان بون كرياتور بور موا. وكاينين السميه ديال بوما، صراحه من الحب ديالي للبومات، كيعجبوني البومات بزاف، وانا من واحد النوع ديال الناس اللي كتعجبني شي حاجه فيها خالف تعرف، وكيعجبني نشوف الناس كيفاش غيتقبلوا شي حاجه جديده او شي حاجه كيخافوا منها. وحنا كنعرفوا بان البومه لا بلوبار ديال الناس كيخافوا من البومه، ما تيزعموش عليها. دونك انا اختاريت بومه وحاولت انني نوظفها في الحوايج اللي كنصاوب كوم سا باش نحيدوا ديك الخلعه من البومه ونلبسوا بومه بالبومه. لي ستيليست في المغرب صراحه قلال. انا نقول لك علاش، لان كاع لي ستيليست مثلا اللي كاينين دابا كيتجهوا ديريكتومون للبلدي، ما عندناش دي ستيليست اللي كيمشيو للكوتي اللي هو بريت ا بورتي بحال هكا دي جين اوربان شي حاجه قديمه مثلا يعاودوا يغنوفليوها بطريقتهم، هادشي ما عندناش بزاف. وحاجه اخرى اللي كنشوف كو لي ستيليست بقاو منحصرين غير في البلدي، وحتى ملي كيبغيو يديروا شي حاجه اللي هي مودرن كيعاودوا يدخلوا ديك لاطوش ديال البلدي في الاوربان، وهي راه كتجي شويه ماشي تلهيه، ولكن هذا ما تيمنعش انهم يديفلوبيو. حنا ديما تنركزوا على لو ستيليست كي ديفلوبي الافكار ديالو من لي سورس ديال الانسبيراسيون ديالو. الا ما كانوش دي ستيليست في المغرب، راه كاينين دي ستيليست على لترونجي اللي يقدروا يتانسبيراو منهم، راه كاينين بزاف. بحال انا مثلا لا سورس دانسبيراسيون ديالي سي الكسندر ماكين، الكسندر وونغ. كنحاول ناخذ شي حاجه اللي هي سهله وشي حاجه اللي غادي يقدر اي واحد يشريها مني. نصيحه ديالي لي جون لي باغيين يوليو دي ستيليست ودي ستيليست موديليست، يعني كيرسم الموديل ديالو وتيفصلو وتيخيطو، كنقول لهم حاولوا ما امكن ديفلوبيو راسكم براسكم، حتى الا ما قدرتوش تقراو حاولوا ديفلوبيو راسكم براسكم. تفرجوا يوتيوب راه فيه بزاف ديال لي فيديو في هادشي. غير حاجه وحده اللي ما نبغيهمش يديروها كيف ما كيديروا بزاف ديال الدراري دابا، سي كو كيشريو دي كابوش ولا دي بونطالون تيحاولوا ينسبوهم لا كرياسيون ديالهم، تيديروا لامبريسيون، يعني لامبريسيون كتقام رخيصه بزاف، واي واحد غيقدر يدير هاد لا تكنيك هادي. وهذه النصيحه اللي غنقدر نقول لهم، سي كو ما تشريوش وتطبعوا الحوايج وتقولوا بانكم دي ستيليست، لان راه ماشي ستيليست هذاك، هذا كيتسمى جوست كيبيع المارشي ديالو فقط، يعني بداكشي اللي كيعرف يدير با بلوس.